هل تعمدتي أنك تستفزي أحلام عموري في البودكاست؟ هذا الشيء اللي شافوه الناس، لكن أنا بالعكس لا لا. وحتى هي أنا أعطيت لها الخيار أنه تجاوب على الأسئلة، ترفض الأسئلة، تقول باس ما نجاوبش، أعطيت لها حرية التصرف المطلق في البرنامج، لكن أبداً ما تقصدش أني نستفزها، أبداً ما تقصدش أنه نقلل من قيمتها، بالعكس قيمتها على عيني وراسي، أبداً ما تقصدش أنه نستفز الناس والناس يقولوا لي مستفزة، وأنا في الحقيقة أبداً قالوا لي برك فهاد الحلقة فهاد النيميرو، لكن أبداً ما كانش قصدي، فعلاً أبداً ما كانش قصدي، ما كنتش حابة أنه نجرح عيون الناس أو سمعهم. لكن شكون هي الشخصية اللي تتمني أنك تعاملي معها لقاء؟ والله كل الناس اللي كنت حابة نعمل معهم انترفيوز عملت معهم انترفيوز، لكن لما توصلي على المستوى العالمي اني حابة نعرف بوتين كيفاش يخمم. هل تأمني بالصداقة؟ أنا نأمن بالصداقة أكثر من أمن بالحب، يعني لهذه الدرجة صداقة عندي شيء مقدس. أنا بالنسبة لي الصداقة أهم من الحب بمراحل وبأشواط. اختيارك لأحلام عموري كضيفة أولى كان من أجل الترويج لبرنامجك ورفع نسب المشاهدات؟ هي أنا باش سبيسيالمون باش هي تعمل لي الانتشار المطلوب، لكن هي عملت الانتشار المطلوب وهذا هو المطلوب أصلا، لأنه قصتها مثيرة للجدل عزيزتي، جدا قصتها مثيرة للجدل والناس فهموها، وكان بزاف ناس ما كانوش فاهمين تصرفاتها وشخصيتها وفهموها من البودكاست. رشاد تثق في الناس بسهولة؟ لا، ما ندير الثقة في حتى واحد، أنا عندي مشكل، أنا مشكلتي الوحيدة هو الثقة، ما نديرش الثقة بسهولة. بكري زمان كنت نوثق في الناس، يعني أفرج، يعني مش بزاف، لكن دور كان عدم الثقة نهائيا. هل تتخيل رشا روحها عروس؟ زمان ما كنتش نتخيل، يعني كون جيتيني من سنوات قليلة نقولك ما كنتش نتخيل روحي عروس، لأنه ما كنتش جاهزة أنه نتزوج. اليوم نتخيل روحي عروس. وش هي مواصفات رجل أحلامك؟ أنه يكون رجل بالفعل. تعرفي شنو هما صفات الرجل؟ لأنه كاين بزاف ناس ممكن المفهوم يكون مختلف عندهم. أنا بالنسبة لي الراجل مواصفات اللي لازم تكون فيه ورجل أحلامي، لازم فقط توفر فيه مواصفات الرجل الحقيقي اللي إحنا متعودين عليها، الاهتمام، الاحترام، الكرم، التلقاية في المواقف في الشدة، مسؤول، سند، كل هذه الأشياء هي صفات تقليدية أنا نحب نشوفها في الرجل اليوم. هل رشا من الناس اللي تقوم بأعمال جنونية؟ شوفي مانيش نشفع الأعمال الجنونية، لكن بروفيل تاعي بان لكم بلي أنا مش نديرش أعمال جنونية، لكن انتم راكم غلطين، أنا ندير أعمال جنونية كثيرة وفي حقي ماشي في حق الناس، كاين بزاف أعمال جنونية درتها في حياتي. يعني خروجي من الجزائر بهذيك السرعة وقرار كان لحظي، هذاك عمل جنوني بحد ذاته، لأنه يتطلب الشجاعة كبيرة أنه فجأة تقرري أن تغيري حياتك من بلاد لبلاد، ثقافة تانية، تروحي تعيشي مع ناس ما تعرفيهمش، تبدأي حياتك من دار وجديد لم يكن في عمرك 25-26 سنة، هذا بحد ذاته عمل جنوني، فأنا أشوف هذا عمل جنوني. كيفاش تشوف رشا نفسها بعد 10 سنوات؟ نشوف روحي ربما عندي عائلة مستقرة، ناجحة مهنياً، أم. هل أنت مع أو ضد عملية التجميل؟ حرية شخصية، عمليات التجميل تعتبر حرية شخصية، أنا لا مع ولا ضد. أنا اليوم يكون عندي الكوراج وحاجة تكون مديرونجيتني في وجهي أو في جسمي نعملها. خضعتي لعملية التجميل من قبل؟ لا، ما درتش، ما عملتش أي عملية تجميل. كاين بزاف ناس يقولوا لي تبدلتي من الجزائر وهذا، يمكن تبدلت في طريقتي في المكياج، يمكن تبدلت في طريقتي في اللوك وهذا، لكن عملية تجميل لا، ما خضعش لأي عملية تجميل.
هل تفكري أنك تديري عملية تجميل مستقبلاً؟ ما لانيش حابة نبدل حاجات معينة، أنا مقتنعة بشكلي، لكن قلت لك ميبي بعد سنوات رح نعمل فيس ليفت، نعاود شوية نجعد وجهي. وش هو رأيك في قناة الحياة؟ قناة الحياة أنا نشوفها بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي، فهمتوا اللوجو، فهمتوا اللعبة، فهمتوا اللعبة أنه كل شيء يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فحبيت بزاف العمل اللي راكم تقوموا فيه، حبيت الاستوديوهات اللي راني نشوفها في عدة برامج كما برنامج صديقتي مونيا بن فغول اللي عملته مؤخرا، فحبيت العمل اللي راهو في تطور مستمر. انسايد، شكرا لكم على هذه الاستضافة، اسعدتوني بزاف، فرحت انه جيتكم وفرحت بزاف بيك نور وكل القائمين على هذا البرنامج، شكرا لكم على الدعوة.